Hello everyone. Today we will start chapter 2, theme 3, and theme 3, second term, grade 3. هنبتدي مع بعض الشابتر نمبر 2 من كتاب المعاصر، وهيكون شابتر 2 ده العنوان بتاعه A New Look to Ancient Art. بص معايا هنا، listen one. أول حاجة نشوفها كده، ده العنوان بتاع الوحدة بتاعتنا اللي هو chapter 2 A New Look to Ancient Art، بالشكل بتاع الرسم الفرعوني أو الرسم القديم. دول طبعا الفراعنة، دول شايفين قدماء المصريين. هنتعلم من الشابتر ده compare character action and feelings in a story. هنتعلم ازاي الشخصيات والأحداث وشعورهم في القصص، و identify examples of art in the contemporary world و observe examples of art in ancient. هناخد أمثلة على الفنون اللي كان المصريين القدماء مشهورين فيها. طبعا الفنون دي في فنون رسم وفي فنون اللي هي الموسيقى مثلا وهكذا. sequence art work in order from oldest to most ancient. We explore gradient of color. We use geometric shapes. We original art work. والحاجات دي الأهداف دي هي دي إن شاء الله هنحققها من خلال دراستنا للشابتر ده. في بعض الكلمات الجديدة في الشابتر ده زي كلمة أوريجين وسكلابتشر وجريديانت والديالوج وراو ماتيريال والبروب بروبس. تمام، كل ده هناخد معناه وهنفهم تعريف كل كلمة من الكلمات دي. خلاص هنبتدي بقى أول حاجة في ليسون 1، العنوان بتاعه أرت ويب. أكتيفيتي نمبر 1، بوت ترو أون سبيكتشر of artwork. تعالوا بقى ايه، هنحط علامة صح على الفن او العمل الفني. طيب بوتري، شايفين البنت اللي ماسكة الفخار الطين الصلصال ده، هي بتعمل منه ايه، بتعمل له اواني فخارية زي دي، حاجة كده زي اناء مثلا تحط فيه الاكل، واحد اللي هو طاجن مثلا. بس فبوتري ده لو هو ينفع نسميه artwork هنحط علامة صح. تمام، طيب اللي يعرف الإجابة هيحط إيه؟ يعمل raise your hand. Raise your hand if you want to answer. Okay؟ طيب number one، البوتري. بوتري. كلمة بوتري دي يعني الفخار أو عمل فخار. إيه؟ يلا يا عمر. True. True. تمام. Excellent. Very good. طيب drawing، الرسم يعتبر artwork or not؟ Yes, Laura. True. Excellent, very good. Teaching. Omar. Teaching, true. طيب والagriculture. يس لارا. نو. تمام، طيب كلين 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 لبس تنظيف. عمر. فولز. تمام، طيب playing music. لارا.
Yes, true. تمام. طب تيتشنج يا ولاد، تيتشنج دي ينفع نقول عليها ارتورك؟ ينفع نقول عليها ارتورك؟ ما ينفعش، ما ينفعش. تمام، تعال بقى ايه، ندخل على الصفحه اللي بعديها. Understanding the characters، هنفهم الشخصيات. Activity: look at the picture and read the following short dialogues, then answer the questions below. هنشوف الصور وهنقرأها كويس وهنشوف المحادثات الموجودة هنا، بعد كده هنحل الأسئلة. طب المحادثة بين مين ومين؟ الولد اسمه علي والبنت اسمها مها. طيب علي بيقول إيه؟ It is a sculpture of توت عنخ آمون. ده التمثال. كلمة sculpture يعني تمثال، عارفين تمثال؟ شفتوا انتوا وانتوا ماشيين هنا في المنيا، في الحته بتاعه الكورنيش دي، كان في تمثال بتاع طه حسين، الرسمه بتاعه طه حسين، وفي كمان مثلا التمثال ده يعني حاجه كده زي اللي انتوا شايفينه ده، ده يعتبر ايه؟ سكلابتشر. سكلابتشر، ريبيت افتر مي، سكلابتشر 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 سكلابتشر. اكسلنت، فيري جود. يبقى علي بيكلم مها بيقول لها It is the sculpture of توت عنخ آمون. مها بترد تقول له ايه؟ واو، It is so amazing. It is so amazing. يعني ده حاجة مدهشة، حاجة شكلها كويس جدا. مين الفنان يا ترى اللي عمل كده؟ فهي بقى ايه؟ هتسأل دلوقتي. وهم ماشيين في المتحف، هم ماشيين كده جوه المتحف كده، شافوا حاجة زي كده، حجر اسمه روزيتا ستون، حجر روزيتا. فعلي بيسأل What is it? What is that? What is that? فما بترد عليه بتقول له I don't know، ما مش عارفة. يبقى انت دلوقتي لو احنا مثلا، على فكرة المحادثات اللي احنا بنقرأها دي ممكن نستفيد منها ازاي وانت قاعد في البيت، لو انت عايز تسأل مامتك او باباك او اخوك الحاجة دي، ايه الحاجة دي، انت ممكن بدل ما تتكلم بالعربي تحاول تتكلم بالانجلش، تقول ايه؟ What is that؟ هو ايه ده؟ ما هذا؟ تمام. لو انت تعرف هتقول، لو انت مش عارف هتقول ايه الاجابه؟ I don't know، I don't know، او I don't know، مش عارف. طيب الصوره رقم 3، شايفين الراجل النايم ده اللي ملفوف او متحمط، شايفينه؟ تعال نشوف السؤال اللي هتسأله. علي راح شاف الراجل الملفوف ده بيقول I'm afraid، أنا خايف. إيه ده؟ ما بيقول له It is scary، ده شكله يخوف، عامل زي ما يكون واحد ميت وملفوف ولا إيه بالظبط. فده إيه؟ يعتبر متحنط. يعني إيه كلمة متحنط؟ فرعونك مامي، يعني مومياء فرعونية. كلمة مومياء زمان القدماء المصريين كانوا بيجيبوا، كانوا مفكرين يعني نفسهم إن هم بعد ما يموتوا هيصحوا تاني، بعد ما يموتوا هيصحوا تاني، فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيحافظوا على الجثث بتاعتهم إزاي؟ بعد ما الراجل يموت او الست تموت، مش يروحوا يحطوا كده مواد كيميائيه معينه ويبقى ايه، حافظين على نفسهم خالص، عشان هم كانوا مفتكرين نفسهم ان هم بعد ما يموتوا هيصحوا تاني. تعالوا بقى نشوف الصوره الاخيره دي، رويال كراون، التاج الملكي. رويال كراون يعني التاج الملكي. علي بيسأل بيقول ايه؟ واو، It is so colorful. الله، ده ملون شكله حلو. فما بترد عليه بتقول له ايه؟ So beautiful، جميل جدا، او so beautiful، so beautiful. تمام. طيب تعالوا بقى نحل الاسئله مع بعضينا. Put true or false، علي and مها feel afraid of the royal crown. True or false؟ If you want to answer please raise your hand. عمر. True. Not correct. Not correct عمر، المفروض تركز شوي. Yes Laura. False. False. تمام، برافو عليك. طيب number two، Maha is amazed by the sculpture of King Tut Ankh Amun. يلا يا لورا. False. لا يا لورا ركز شوية، احنا بنقول ان مها amazed by the sculpture of king
توت عنخ آمون. ادي مكتوبه كلمه اميزنج دي، اندهشت. كلمه اميز دي بوي يعني اندهشت لما شافت التمثال بتاع توت عنخ آمون. فهنا هتبقى الاجابه ترو، الاجابه هنا تكون ايه؟ ترو. طيب نمبر 3، علي عندما feel happy was the pharaonic mummy، صح ولا غلط؟ يلا يا عمر. false. ممتاز، كويس. طيب نمبر 4، علي عندما know what Rosetta Stone means، يس لارا؟ فولس. تمام، برافو عليك، شطورة. تعال بقى الصفحة اللي بعديها، لسن 2. لسن 2، when was it made؟ فين المكان اللي اتصنع فيه الحاجة دي؟ match each طب استنى يا ولاد، صح؟ بقية الناس فاهمين معنى الأسئلة دي؟ السؤال الأولاني بيقول إيه؟ علي ومها كانوا خايفين لما شافوا التاج الملكي، فالإجابة كانت خاطئة. هما كانوا خايفين لما شافوا مين؟ المامي، اللي هو فرعونيك مامي، المومياء الفرعونية. طيب رقم 2، مها از اميزد باي سكلابتشر اوف كينج عنخ امون، مها اندهشت لما شافت التمثال بتاع عنخ امون. ايوه، يبقى الاجابه صحيحه. رقم 3، علي ومها كانوا سعداء لما شافوا المومياء الفرعونية. لا طبعا، ده كانوا خايفين، يبقى الاجابه هنا ايه؟ غلط. طب علي عند مها نو ذات روزيتا ستون مينز، كانوا عارفين معنى روزيتا ستون؟ لا، ما كانوش عارفين، اهو بدل ان هي جايت له اي دونت نو، فالاجابه هنا رقم 4 تبقى ايه؟ غلط. ده تمام، كله فاهم؟ Yes. تمام، تعالوا بقى نخش على الصفحه اللي بعدها. When was it made؟ فين المكان اللي اتصنع فيه الحاجه دي؟ When was it made؟ انت برضو في حاجة تانية أنا عايزة أقول لكم عليها، لما يكون في بقى أسئلة زي كده، ماشي؟ يعني إحنا النهاردة استفدنا إيه؟ استفدنا لما أنت عايز تسأل حد يقول، تقول إيه ده؟ إيه ده يا بابا ده؟ أو إيه يا ماما ده؟ تروح تقول What is that? 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 فأنت لو كنت لو مامتك عارفة تقول لك إيه؟ Yes, that كذا، أو is it كذا؟ It is كذا. لكن لو مش عارفة تقول لك I don't know. طب السؤال التاني اللي احنا عايزين نستفاده النهارده ونتعلمه النهارده، when was it made؟ المكان اللي اتصنع فيه الحاجة دي فين يا ترى؟ تعالوا شوف الأكتيفيتي ده، match each picture to it is suitable information، هنوصل كل صورة بالمعلومة المناسبة لها. الصورة الأولانية دي مكتوب هنا إيه؟ أول حاجة مكتوب Barberia's painting around 2000 before Christmas أو BCE، يعني قبل الميلاد. كلمة باباريوس دي يا أولاد معناها البرديات. زمان الفراعنة كان بيبقى عندهم ورق اسمه ورق البردي، زي انتوا عارفين الكراسة اللي احنا بنكتب فيها دي، الكراسات النوت بوكس، هما كان عندهم نفس الحكاية، بس ما كانش كراسة زي اللي احنا بنستخدمها، لا كان ورق مصنوع من البردي. فالصورة دي شايفينها اللي انا حاطه عليها سبوتلايت دي، تعتبر أو باباريس. دي تعتبر ايه؟ باباريس. يبقى هنوصل دي، هنوصلها بيه الباباريس بينتينج. ايه ماشي. طيب ده اسمه ايه اللي احنا قايلين لسه حالا، لسه جايين عليه؟ كولورفول رويال كراون، التاج الملكي. طيب ده ايه الاسد ده؟ روزيتا ستون. فين روزيتا ستون؟ ادي روزيتا ستون. طيب روزيتا ستون نوصلها، ماشي. طيب دي بارون بالاس، قصر البارون. الصورة دي صورة القصر بتاع البارون، هنوصلها. بعد كده آخر حاجة التمثال بتاع اللاين سكلابتشر، تمثال الأسد. وكده احنا ايه؟ وصلنا الحاجات بعضيها. مش الصفحة اللي بعديها يا مس دعاء، نقفل ده عشان نعرف ندخل على الصفحة اللي بعديها.
when was it made؟ الحاجة دي اتصنعت فين؟ when يعني متى؟ when متى؟ لكن هنا when was it made؟ متى اتصنعت؟ فلما بسأل عن when يبقى الإجابة هتكون تاريخ، تاريخ يعني زي مثلا 2000 أو 2000 أو 1911 أو 25 2500 BC 196 BC 1933 كل دي تعتبر ايه؟ تواريخ أو dates. تمام؟ when was it made؟ بتسأل عن الزمن أو تسأل عن التاريخ. when was it made؟ إمتى تم صنع هذا التمثال؟ نكمل بقى. when was it made؟ time line. تايم لاين دي عن الفترة الزمنية أو الخط الزمني. طيب activity هنا عاوز ايه؟ from the previous activity arrange the artifact images from the oldest to newest by using sticker picture and write their information. من النشاط السابق اللي احنا لسه حالا واخدين، المفروض ان احنا نرتب الصور على حسب التواريخ. طب هنرتبها ازاي؟ اول حاجة هنبص هنا على الصورة ونشوف التواريخ. هنا قصر البارون كان 1911، فلا احنا كده مش هنختاره، هنختار اقدم حاجة. اقدم حاجة اللي هي ايه بقى؟ هو مختار هنا اقدم حاجة اللي هو رويال كراون. طب فين رويال كراون؟ رويال كراون، رويال كراون 2500 بي سي، يبقى هو أول حاجة تتكتب. طب الحاجة اللي أحدث شوية، الحاجة الأحدث شوية تكون أقل شوية في الزمن، اللي هي إيه؟ بابريوس بينتينج. وبعدين هنعمل إيه طيب؟ هنروح واخدين الصورة دي، هنروح نعملها كات ونعملها بيست، كات وأند بيست. طيب حد بقى شاطر فيكم يقول لي إحنا دلوقتي خدنا الكالر فور رويال وخدنا البابريوس، إيه بقى مين تاني؟ نختار مين بعد كده؟ نختار البارون بالاس ولا تختار لاينس كلابتشر؟ نختار مين الأول؟ مين الأقدم؟ مين اللي اتعمل الأول؟ طيب اللاينس كلابتشر ولا البارون بالاس؟ يلا يا عمر. بارونز بالانس. تمام، برافو عليك. يبقى هنختار البارون بالاس، بارون بالاس، قصر البارون. ليه؟ لأن هو اللي اتعمل الأول، هو اللي اتعمل الأول سنة 1911، 1911، 1911. ونروح عاملينه هنا، نروح واخدين الصورة وعاملين لها ستيك هير، ونكتب هنا بارون بالاس. بعد كده اللايون سكلابتشر. طب بعد اللايون سكلابتشر مين تاني؟ لا في غلطة هنا انتم مش عارفينها، احنا غلطنا غلطايا. ايه بقى الغلطة يا مس؟ المفروض قبل البارون بالانس وقبل اللاين سكربشر هنختار روزيتا ستون. ليه طيب يا مس؟ عشان قبل الميلاد، بي سي اي اللي هو قبل الميلاد، بيفور كريسمس. تمام، بس يلا خش على كده. توت عنخ آمون، ايه بقى قصة توت عنخ آمون ده يا جدعان؟ تعالوا نشوف كده. Look at the wall painting. تعال نشوف الرسومات اللي كانت على الحيطة. Then solve the problem. ونحل المشكلة أو نحل المسألة. A wall painting around 1500 BCE has rectangular shape. الحيطة كان مرسوم عليها من سنة 1500 قبل الميلاد، كان عندهم بعض المستطيلات، والمستطيل ده a length of 5 meters، كان طوله 5 متر، and width of 6 meters، الطول كان 5 متر والعرض كان 6 متر. calculate its area، عايز المساحة. انتوا خدتوا في المثل area خدتوا المساحة والمحيط ولا لأ؟ خدنا. ايوه ممتازين. يبقى هناخد أول حاجة لما نيجي نحل ال problems هنروح كاتبين ال law، وبعد كده هنروح معوضين. طب ايه هو بقى ال law هنا؟ area length multiple أو multiply width، ماشي، أو times width.
لينث تايمز ويدث، هتساوي ايه بقى؟ 5 تايمز 6 هيساوي 30. ممتازين 30. نمبر 2، a wall painting a wall painting at a tomb of pharaoh's king which has a square shape, a length of 7 meters and width of 7 meters, calculate its area. عند دلوقتي هنا الطول 7 والعرض 7، او بمعنى صح ده مربع. المربع ده بيكون ايه؟ السكوير شيب ده الطول بيساوي العرض. طب فاحنا عاوزين المساحه، الاريا بتساوي كام؟ نكتب اللول الاول وبعد كده نعوض. 4 times side. ممتاز ماشي، يبقى تساوي كام بقى؟ 49. 49 ليه طيب؟ لأن احنا عارفين طبعا ان ال area of square the length of the length times its length، يعني ايه طول الضلع في نفسه، فهيساوي 7 7 times 7 بيساوي كام؟ 49. 49 ماشي؟ هنا عندي هنا a wall painting has area 20 meters square, a length of 5 meters, calculate its width. عندي دلوقتي هو عاطيني المساحة وعايز ال width، يعني ايه؟ عاطيني المساحة بتاعت الشكل ده، ده برضو square خلي بالكم، لا مش square، مش square، يعتبر rectangle. فاحنا هنكتب اول حاجه القانون area length times width، وهنعوض الاريا هنا كام؟ 20 equal 4. ممتاز. designing a pattern look at the following picture then redraw the design of the pattern and color it. هنشوف الصورة، وبعد ما نشوف الصورة هنرسم وهنعمل تصميم شبه ده بالظبط، بس هيكون ايه؟ هنلونه باللون الأحمر أو أي لون يعجبكم بس. فانتوا هتشوفوا بالظبط، هنا حاطط مثلث يبقى نحط مثلث، حاطط شكل سداسي هنعمل شكل سداسي. خلاص احنا كده خلصنا two lessons. ماشي، أشوفكم على خير بإذن الله في المدرسة، وبشكركم خالص على الحضور، ويا رب تكونوا فهمتوا الدرس معايا، وبس كده، وإن شاء الله أشوفكم على خير المرة الجاية. شكرا خالص ليكم. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you. You are Thank welcome. Bye bye. Thank you. Bye.